وهذه قاعدة خذها، ما ورد من أي حديث في فضل صلاة في شهر رجب أو في فضل صيام رجب أو صيام أيام منه فلا يصح، كما أفاد ذلك ابن رجب في لطائف المعارف فتنبه، خذها قاعدة. أي حديث يمر عليك يبين فضل صلاة في رجب أو صيام في رجب فاعلم بأنها أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.